لله اللهم لك الحمد برضات الوالدين. حنا خويا كنا جايين من فاس غادي المكناس، واحد الضربه حتى كنتفاجئوا بالكاميو خرج من رمورك، خرج من هاد الجهه ديالو وجا لعندنا. نعم. تقلب دار وقف جاب الله السيد صديق ديالي اللي معايا فرانا. فرانا. خرجوا دوك القوارص اللي كان هاز، هو تقلب بروله، خرجوا دوك القوارص، واحد منهم هو اللي ضربنا حنايا. نعم. واحد السيد مسكين عنده مع وليداته دخل في الكاميو، ولكن ستروا ستروا الله. لا ما وقع عليهم والو. غادي من فاس المكناس والكاميو جاي من مكناس غادي يمكن لجهه اخرى. كنقول لهم ردوا بالهم ويعطيو اتساع اللي قدامهم. لا ما قال لك تفرقعوا لي الرويد القداميين. تفرقعوا لي الرويد، هو يدور خرج عندنا تقلب، ولكن الحمد لله احنا على اتساع شفناه. نعم. لو كون جينا قراب ليه والله واحد العاش. والحمد لله والشكر لله، نجينا من الموس اولا. نعم. وامر الله هو هذا، ولكن ربما السائق ماشي بيدو ما يعمدو ما يدير، تفرقعوا لي العجلات الاماميه. نعم. والحمد لله جا واحد القادوس بواحد السرعه فائقه فيه 14 متر. نعم. وكنا تنتسناو باش يروا لي فوقنا، ولكن الله سبحانه وتعالى سرنا الحمد لله والشكر. انا هو سائق السياره. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. والاضرار شوي الحمد لله، الحمد لله اضرار مش لا لا ما تقاسمش. والمشاهدين سمعونا اللي ما بغيناش يشوفونا غير على قبل الاراء الهواتف باش ما يشغلوناش على الشغل ديالنا، هذا هو السبب. شكرا. السلام عليكم. انا غير دايز راه بحال اللي تاينا ما حضرتش بالضبط شنو كاين، ولكن كيما عاود لك السيد. نعم. هادشي اللي كاين، الله يصاوب وصافي هادشي اللي كاين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.